سلام. لاباس عليكم؟ صافا؟ الدار لاباس؟ العائلة لاباس؟ تجاوبوا؟ تسمعوا فيا؟ سألتكم لاباس عليكم؟ إن شاء الله ديما في خير ونعمة، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. كيف كيف السادة المشاهدين اللي يتفرجوا في قناة الحوار في برنامج صفي قلبك، حلقة جديدة اليوم إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم، إن شاء الله يا ربي نوصلوا للحلول المطلوبة والمتاحة. ساعات ساعات أنك ما تلقاش حل خير، ساعات كي تبدأ ثم أمباس، حاجة أقوى منك، حاجة تابعة القضاء مثلا، خاطر مش اختصاصنا قضاء، احنا لنا قضاة، لنا ربي سبحانه، ربي سبحانه هو الوحيد اللي يعلم خفايا الصدور. احنا ناخذ وجهة نظر الأولانية ونسمع وجهة النظر الثانية ونحاولوا لماكسيموم نقربوا ونصفيوا القلوب، نحاولوا لماكسيموم نقربوا ونصفيوا القلوب. ساعات تجينا وضعيات للأسف ما تنجمش تلقى حل، يولي القضاء أرحم باش الإنسان حقه وما يضيعش. الله اللي يضيع حق بشر. كالعادة لو كان تتفرجوا فينا وتحبوا تجيوا تحضروا بعدنا لهنا، تكلمونا على الرقم 29766000، 29766000، سينو تجيوا للعنوان التالي 26 نهج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية 1. مرحبا بكم في صفي قلبك. الليلة في صفي قلبك باش نتابعوا زوز حكايات، باش نتفرجوا في حكاية أحلام اللي حبت الليلة تطلب السماح من والديها بعد ما وقفوا معاها في محنتها. أنا جيتهم هنا باش نطلب منهم السماح، إن شاء الله يا ربي سامحوني على عملتهم. أنا شو نتمنى؟ حاجة واحدة، أنا نطلب رضاهم هما اليوم، وما حاجتي بحد شيء آخر، ما عاد حاجتي بحتى شيء آخر. بدلت سير، تصلحت، وقفت للروح. انت دواء، راهو برشا عباد، راهو برشا اولياء باش يحطوك توا يفرجوا ولادهم، يقولوا ما هاي هاي فرج. انت راكش تولي مثال في المجتمع، راك اقسم بالله. يا انت تشوفي بعد الحلقه العباد الكل باش يقول لك ربي يبارك لك وما يسالش، برشا عباد باش يعرضوك باش يقول لك ما يسالش، غلطتي اما صلحتي. هو مش باهي الانسان يغلط. ساعه نعطيك معلومه، انت ضحيه. والله لو كان جيتي 20 سنه وعملتي، وحتى 20 سنه نسامحك انا ما دامك اعترفت وقلت غلطت وستوب. مش انا نسامح، نحكي المجتمع. تسيبنا من المجتمع، يلزم روحك تسامحك. انت تصالحتي مع روحك، فهمتي اللي هذاك خايب واللي اصحاب السوء هذيك هي الثنيه اللي يهزوك له. اما توا باش نتابعوا مع بعضنا قصه مدام نجله اللي بعد سنين سجن زوجها وانتظارها ليه يتخلى عليها واحلامها تنهار. انت علاش استدعيته اليوم؟ خاطر كي خرج قعد معنا كل 6 أشهر ومن بعد مشى. شو؟ قعد معنا 6 ولا 7 أشهر وبعد زروح ومشى. وين مشى؟ مشى لدارهم. يسألوا فيا كلهم، أنا شبيكم يا أخي شتطلقوا؟ قلت لهم لا ما نعرفش، تعركتوا؟ تعركناش. شنو اللي صار؟ ما نعرفش. لازمني نستدعاه، تعرف مانيش باش نسبق الاحداث ومانيش باش نبرر. انا هذا الرجل باش ندافع عليه، خلينا نفسر لك في جانب اللي حكيت عليه انت، في جانب باش ندافع عليه، لانه ثم النقطة وقت اللي حكت الركب هذيك ما ننساهالوش. انا تو كيما اختي انت. نحكيو اليوم في الحلقة على المواقف. شنية المواقف؟ ما معنى المواقف؟ المواقف يلزم تكون في لحظتها ومع الإنسان اللي يستحق الموقف هذاك. نحكيو أنه الدنيا هذه تعطي أما تاخو، وكي تفرح يا بنادم ما تفرحش برشا، وكي تحزن عمرك ما تحزن، خاطر ربي باش يفرجها. نرجع للمواقف. المواقف تتحس خاصة من أقرب الناس ليك، وقت اللي تبدأ مستحق وما تلقى حد وتلقى خير، ولو أنه كلمة ما نحبش نقولها في البراني، وما تلقاهاش في جنابك، خواتك، عائلتك، زوجك، زوجتك، تتحس أكثر أكثر وأكثر برشا. اليوم باش نحكيو على وضعية مشابهة، وتقريبا برشا توانسة يعيشوا حاجات من نوع هذايا للأسف. نستقبلوا مدام نجلة.
زرت البركة. مرحبا بيك. عايشك بيك. منين جيتنا لنجلة؟ بنزرت. من بنزرت. تحية البنزرت. التو لقاو حل في القنطرة. معضلة مشكلة القنطرة مشكلة بنزرتي الكل. هي في الحقيقة مش مشكلة بنزرت، مشكلة تونس الكل. صحيح. قنطرة راهي مشكلة عويصة. نتمنى في البرامج القادمة الاقتصادية، لأنه ممكن واحد يقول فيش يحكي على قنطرة. يا ودي هذيك هي القنطرة، هذيك الشريان حياة الولاية. في بالكم معات القنطرة هذيك كان حاجة تصير وكذا الكلها تقف البلاد. بنزرت اللي أنا أعتقد شخصيا وباش نقولها، أعتقد أنه بنزرت ولاية مظلومة، ولاية بالسحر هذك وبالجمال هذك وبالبحر هذك وبالناس هذوكم. منذ كامل بنزرت، أنا أعطيك معلومة والله العظيم مش أقولها، كان كل ما تتسكر علي الدنيا وتضيق بي الدنيا، أمي تقول لي برا البحر الله يرحمها، نمشي نهز روحي نمشي لبنزرت، نركش مع البحر وكذا، فهمني ولا نفرغ قلبي للبحر ونروح. تحية للبنزرتية اللي تفرجوا فينا الكل. لا نجد نتعرف عليك ومن بعد نواصل. مرحبا بك. ساعات الحياة تقسى على الإنسان وتعطيه بظهرها من عمر صغير وتخليه يعيش مشاكل تنجم تأثر عليه في كبره، خاصة كيف تكون المشاكل هذه سببها المحيط الضيق بتاع العائلة والناس اللي من المفروض يكونوا سندنا مش العكس. مدام نجلة تأثرت برشا بالوضع العائلي الغير مستقر اللي حلت فيه عينيها، ومشاكل أمها وبوها اللي خليوها تعيش عدم الاستقرار، ووصلت لقات روحها بين أربع حيوط في بلاد غريبة وعرضة لذئاب الشارع، ووقتها تعرفت على زوجها اللي كان ليها السند والحامي ونجم ينقذها من الهلاك قديش من مرة. من غادي بدت قصة الحب وكبرت وتعديت ببرشا لحظات سعادة، لكن زادة ببرشا محن، وأكبرها وقت اللي رجلها دخل السجن وواجه حكم يتجاوز 15 سنة. نجلة ضحت على ولادها، كبرتهم، تعبت عليهم، وبقت عايشة على أمل النهار اللي يخرج فيه زوجها ويعوض لها تعب سنين. لكن نهارة اللي خرج اختار إنه يبعد، اختار الحل السهل والتملص من المسؤولية حسب قولها. هذاك علاش جات الليلة لصفي قلبك، تحب تلقى إجابة للأسئلة اللي في ذهنها، والأهم تحب تفهم علاش تخلى عليها. لا نجدة نتعرف عليك، وين تولدت؟ في تونس. في تونس، وين في تونس؟ باب سعدون. باب السعدون. في عائلة قداش فيها أخوات؟ زوزة أولاد. زوزة أولاد وانت البنية الوحيدة. مالا مدلة كنت؟ مش مشكل، مش مشكل، تنهيدة تعني برش حاجة. بوكمك عايشين؟ مطلقين، مليانة مليحنا صغار. مطلقين من انتم صغار، عايشين؟ ان شاء الله ربي يحفظهم. هذي مكتوب تلقوا. عمرك انت قداش؟ 8 سنين. عمرك 8 سنوات، مع شكون عشت؟ مع بابا. مع بابا عشت. مع ابوك. اي نعطيك طول مساحة تحكي لنا على صغرك كيفاش كان. عادي، عشت عند مرت بابا، معناها عادي، هي مشكلة معناها، اما واحد ما نجم يقول حتى شيء معناها، خاطر على خاطر بوه باش يعدي معناها برش حاجات. بما حتى وانت صغيرة ما يقعد مخك وقتها يحسب كل شيء، معناها ماهيش طفولة عادية. طفولة ما بالنسبة لي أنا ماهيش عادية، يعني الواحد حتى كي يكبر يقعد فما برشا عقد تتكون في قبيهم، من بعد ما يختار حتى شيء، كل شيء تفرض عليه عادي معناها. أنا بركة عشت عند بابا، أخوتي عاشوا عند أمي، عشنا معناها متفرقين بعض. السؤال المطروح هو لوجيك، الطفلة تعيش عند أمها والأولاد يعيشوا عند بو، علاش أنت عند بوك وهو ما عند أمه؟ خاطر نحبه هو أكثر، من نعرفش، نحس ديما في المجتمع متاعنا اللي أمها وبوها مطلقين ديما تطلع ما تصلحش، ديما فم هي فكرة معناها وقتها صحيت. يعني أنا في مخي أنا معناها كيكا، بما أنك كي أمي طلقت يعني عسوا عليها منين تصرف دراشنا ودراشنا،
عرست فهمت اخترت تمشي مع بابا يعني ديما كي عرست امك اخترت بوك انت ايه ما قبلتيش كي قبلتيش امك تعرس ايه مشيت مع هو يعني قعدت مع هو باهي معاملة بوك ليك باردة باردة خيب هالكلمة بابا 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 الله قلصت خيب حاجة البرود الله لا يعيش البشر البرود البرود سكة سكة يبدأ بو برد لخصت كل شيء روى البرود أقصى ما ثم ودي تكلم عيط علي أعملهم الكل تكونش بارد حسني معناتها هذيك شو معناتها بو بارد فماش إحساس البو على هالبنت فيما يتمثل إحساس البو لبنته حسب رأيك أنت يمكن انا خاطر نحب يعني حتى كي تحملت كيما نقولوا فما حاجات معناها مرت البو ديما مهما تكون معناها ديما مرت بو معناها ديما حتى كي نجملوها احنا تقعد مرت بو فهمت نعدي برشا حاجات نقول على خاطره هو ما نعملوش المشاكل من يعني ديما نتحمل نسكت كل شيء في داخلي معناها حتى كي جيت يعني انا نحشم بطبيعتي ما نحكيش معاه برشا معناها نحشم منه نعرفش علاش نحشم منه وهو تحب برشا تحشم منه برشا هي اختارت ثنيه ماهيش بالشي لا فورميه راهي ثنيه بالاحساس مش انا قط انا جو صرفه قط صرفه جو نختار بابا ولا نختار امي بالاحساس هي خايبه شويه في حق الام اختارت بوها هي ولكن اليوجع انه البو يكون بارد بعد ما اختارته بنته مع مرت البو نزهو معناتها مرت البو جات بعدنا مرت بو تعمل 66 كيف ولكن ديما يقعد عند الطفل ولا الطفله هذيك راهي مرت بابا ماهيش امي تقعد راهي مرت بابا ماهيش امي مع المجتمع مع الحديث مع هزان مع الدنيا والنفضان والمجتمع اللي عايشين فيه بتاع وت 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 وت, وت مجتمع وذيني احنا نعطيك تصنيف احنا التوانسه الاولى في العالم في الوذن ومن بعد الاولى في العالم في القيل والقال يميمتي ربي بعدهم علينا لو كان شدوك في تركينا وت 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 وت, وت. يا ودي ركبوا لك حاجات عمرك ما كنت تتصور في حياتك انك تسمعهم على روحك وثم ناس نزهاء ثم ناس يبداوا يحكيوا عليك في غيابك هو قاعد ما يحملش فيك دقه الشعر قول ما عايشكم قبل الموضوع بريف انت اخترت بوك قداش قعدت عايشه مع بوك حتىش للي وصلت عمري 16 سنه به سالتك على قرايه انا قريت ولا ما قريتش وصلت حتىش النوفيام كهو نوفيام وبطلت ولا بطلوك شويه مشاكل بين معناها مرت بابا ودار مماتي ونهرب نمشي نقعد في نفد منا نمشي دار مماتي نفد من دار مماتي نرجع بحذاها ذي تمزق مرت بوك كيفاش كانت المعامله قدامه نوع ومن وراه نوع قدامه كيفاش قدامه بنتي ويعني عاش عايش بنتي ايه عايش بنتي ايه رجع دروسك عايش بنتي استحق حاجة عايش بنتي شنو يوجع فيك عايش بنتي مريضة عايش بنتي هذا قدامه هكا علي وراه تو قولوا لي انت ومن بعد بيني انا وياها نوع اخر مثلا يعني ابسط حاجه حتى كي تجي تقومني الصباح ما تقومنيش كيما العباد قوم لم ذي درا شنو بالساق اي حاجه اخرى تشوفها معناها تقعد انت ساكته ما تنجمش تعمل حتى شيء وين باش تمشي معناها ما ترقاش من تمشي في الاثناء امك تسال عليك تكلمك اي ولا الشعور بينك وبين امك يتطور ولا يتلاشى هو راه ما فماش شعور بينهم الاثنين معناها فهمت شنو اللي صار ولا لاهي منا لاهي من غادي الطفل جات باش تلوج على طرف امان وهي طفله صغيره طرف الامان من عند بوها ما لقاتش الامان
عند به. وركو هو راهو في العلاقة هذه الأم هي الأمان. البو خاطر بحكم الدنيا والظروف وكذا والوقت زادة والخدمة والالتزامات مش نقسم راني بالاثنين، أما الأمان راهو عند الأم. أنا في بالي عند هاني بو، أنا سامحني هاني بو، أنا ما نجمش نكون أم. إيه؟ هيك وصلت 16 سنة ما عادش يعني نجم نعيش أنا ومرت بابا، ولا ضغط ياسر معناها جابت بنية هي وليت نعرفش أنا فهم برش حاجات ما فديت. أي خاصة كي جابت البنية تحسي ثم التمييز فهم برش حاجات ما فديت. أنا مشيت بحضة أمي. ما حكيتش البوك مرة بركة، أنا جيت نحكي له في حاجة صارت وقال لي ذيك مرت بوك وتحبك وتخاف عليك من ذاك نهار وهذا نهار، يعني ما عادش قلت له حتى شيء. ما سمعنيش يعني ما قاليش ما سمعهاش. هي تنجم تكون المسألة مرهونة في زوز دقائق، تسمع بنتك الرومانة تتفرك زوز دقائق تغير لها مجرى حياتها، زوز دقائق زوز دقائق تسمعها تخرجها القاعة وتقول اقعد احكي لي تاك 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 تاك، عندك الحق والطيبة لها خاطرها حتى لو كان ماكش طيبة لها خاطرها تسمعها. به مشيت بحضة أمي. أمي وقتها تخدم في ليبيا تمشي وتجي معناها، قعدت بحضة خالتي حتىش للي جات هي. كي جات هي حسيت وحكيت لها وكل شيء، قلت لها ما عادش نجم نقعد وحكيت لها يعني شنو صار وكل شيء. هزتني معاها مشيت معاها ليبيا. كيف كيف معناها ما عنديش خيار آخر، تعرفت على راجلي هذا. استنى مشيت ليبيا قدش قعدت؟ مع أمي قعدت عام. عام؟ اي. بوك في باله اللي انت مشيت مع أمك؟ اي. وسلم فيك؟ عادي ما قلقوش ما تقلقش؟ مشكلته هو ديما يلوم علينا احنا، يعني حتى انا واخواتي ديما حتى كي نتقابلوا نحكيوا معاه ولا حاجه ديما يلوم علينا احنا. امي اش عملت معناها ولا امي ولا هو شنو صار انا قلت له انا يعني احنا شنو دخلنا معناها ديما تلوم فينا احنا معناها تقول شنو هما نجموا نحكيوا على سبب الطلاق ولا ما تنجمش تحكي؟ ما نعرفش. ما تعرفش علاش طلق؟ ما نعرفش، اما هو ديما يلومنا احنا امكم عملت امكم قدت امكم 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 ما نعرفش. ريت توا ريت توا وهي راهي تقول بوكم زاده بوكم بوكم بوكم. ليه ليه؟ ليه؟ اوكي. تعرف شنو هي المشكله توا ليه؟ انتوما الضحيه. توما وفاء مكتوب لا تعبي قلب ولدك على زوجتك ولا تعبي قلب زوجك ولدك على زوجك. ولهنا تدخل العائلات زاده فهمتني؟ طيشها له ويتحط له في فطور طفل صغير تحط له في فطور تقول له هي وليدي هي تلقاها مماته ولا عمته ولا خالته تحط له في فطور وتسربي له جمله تاع كول كول كان جاب بايك لهنا وديجا باش يقول اش فيه بي؟ اش فيه مش انا بي؟ والاخر تحط له الماك كذا قول كان جات الدنيا دنيا امك راهي لاهيه بيك اما ساعات حتى ما تكلمش تنهيد هذاك هذاك راهو كله يترسخ في ذاكره الطفل يولي يناقم على ابوه يناقم على امه صحيح ولا انا غلط؟ صحيح وما تنجم تختار حتى شيء اي حاجه تجي باش تعملها الام معناها الام تقول لك شوف بوك بوك عزيزك يقول لك لا ما وقف كل شيء حتى شوف بوك وفي الاخر معناها ما يصير حتى شيء معناها لا البوي معناها يهمه ولا الام يهمها تقعد هكاك معناها لا تنجم لا توخر لا تقدم لا تعمل حتى شيء. به مشيت مع امك ليبيا. ايه. اخواتك مشيوا معاكم؟ لا. وين قعدوا؟ في دار خالتي. في دار لاباس. ايه اذا هما اختيار منهم انهم يقعدوا هما مع امي من اللي صغار معناها به مشيت ليبيا قعدت عام. ايه قعدت عام معاها. زوج الوالده بتاعك يخدم في ليبيا؟ هي تخدم غادي. ايه مكتوب ربي نحكيوا على عام قداش؟ 98 99 98 99 به كيفاش كانت الرحله؟
حاجة جديدة في حياتي. حاجة جديدة؟ وين في طرابلس؟ شارع 16 في طرابلس. في طرابلس؟ ايه. باهي؟ تخدم هي وانا معاها. قداش عمرك سامحني غادي؟ 17 سنة صغيرة. ايه. قلت انت عالم آخر. ولو انه انا خاطر مشيت ليبيا مشيت مرتين ولا ثلاثة. عاداتنا وتق مش نحكي على عالم اخر على نحكي معناها انا امي ما عنديش معها علاقه مع ما نعرفهاش ساعه باش تكتشف امك باش تكتشف امك وباش تكتشفها في ليبيا وباش تكتشف ليبيا معناتها لوجيك هذا اي انسان يخمك قلت لك بالنسبه لي انا مشيت مرتين الليبي عاداتهم وتقاليدهم وحكاياتهم ودوتهم وهدرزتهم فهمتني ولا يشبهونا برشا شبهونا برشا برشا وكره ماء على الاخر ومعناتها يقبلوا نحكي لك راهو الشاذ ويحفظوا ولا يقاسوا عليه راه ثم الباهي والخايب في ليبيا ثم الباهي والخايب في تونس ثم الباهي والخايب في الجزائر الباهي والخايب بارتو في كل انحاء العالم حسيت كانك مع امك غريبه شويه مع امك ايه ديما في البيت مع انسان تتعرف عليه من اول وجديد ايه ديما في البيت ما نخرجش معناها ما تحكيوش ما نحكيوش احنا حتى لتوا معناها طبك مراهقه زاده 17 سنه صغيرة صغيرة ما نحكي واش ما نتناقشوش ما من... يعني ما تحسهاش يعني ما تخرجش تحوس لا وقتها لا انا ما ديما ملي صغيرة ما ديما نخاف من العالم الخارجي ما نعرفش عليه ما نعرفش عليه سيدتي سادتي نحكيو مع مواطنة مش مواطنة مع بشر في الحياة قال زوج جمل نورمالمون علماء النفس وعلماء الاجتماع يقعدوا يحلوا فيهم سنين البو بارد واللم ما تحسش اللا انتماء تحس روحها ما تنتمي لحتى حد وتطرح برشا اسئله في وسطها علاش بابا بارد وعلاش امي ما نحسهاش امي هك مشيت معاها قعدت معناها ما نخرج يعني تخرج هي تمشي تخدم وتجي وكل شيء تقول لي علي ما تخرجش علي ما تمشيش علي ما تمشيش تتفرهد علي ما ندرش حاسيلو ما عنديش يا كان الا كان خرجتي باش نمشي نشري حاجه يا ديما في البيت معناها ما نخرج حتى اللي تعرفت يعني على تعرف شو يصير توا زواج الهروب علي وعلى أعدائي زواج الهروب ولهنا يا بربي باش نحكي على زواج الهروب ونتوجه بالأخص للأمهات مغرفتك شهزت لغة مغرفتك شهزت يا حاج رانا في 2021 راهو لغة مغرفتك شهزت انت دزيتي بنتك في الهلاك من الاخر يا خويا يا ابي يا اب ورد بالك ما تسمعش بنتك يا مدام يا امي ايتها الام رد بالك ما تسمعش بنتك على خاطر باش تمشي لزواج الهروب اللي هو رحلة بحث عن اب جديد بمواصفات جديدة ما يشبهش الكومبورتمون بتاع بوها ورحلة بحث عن صدر حنين كان هو راجل يلوج على مرأة ما لقاش راح ظن 17 سنة تعرفت على واحد في ليبيا تونسي يخدم حجام مكتوب ربي يخدم حجام في الحومة يعني في النهج اللي نسكنوا فيها احنا كيفاش تعرفته يزيني من الدموع طوى والله على الأقل اللحظة ذي نعيشوها كيفاش تعرفت عليه هاي كل ما نخرج نشري يعرض لي يعني يحكي معايا كل شيء فهمت تخرج تشري من العطار ايه انت تونسيه ترى شنو هو ما يحبش في التوانسه معناها حتى كي يشوف واحد كما نقولوا ليبي ولا حاجه ما يحبش يعني يعتز بوطن كما اي انسان في الغربه تفرح تقول الانسان يعتز بوطن به انت منين قلت له تونسيه ايه قعدنا كيكا كل مره يعني مش في مخي حتى انت حبيتي العطار حقيقه عطا وليتي خرر مرة على العطار
بالله كثرتي شويه من العطريه ولا الحقيقة ها؟ وليت نشري برشا شوكولاتة. لا ولا هذه الراحة النفسية راهي الحب محلاه. فرمالة في بالك تحب واحدة تولي تعرف حاجات بيزار. فهمتني تبدا ماشي جاي العطار وأنت راه تنجم تمشي قضية واحدة في ساشي تنسى كل شيء. آه صديقنا كدر يعرف كل شيء. عيني زغلت بالدموع. فهمتني؟ باهي دونك وليت ماشية جاية العطار الشوكولاتة. كاو من وقتها معناها جست سؤال بسيط انت كي تمشي للعطار يعرضك ولا كي تروحي من العطار نتعدى قدام الحانوت ما العطار بعد الحانوت العطار بعد الحانوت العطار بعد الحانوت بيه سؤال كي تتعدى من قدام الحانوت مثلا تبدا تمشي في سرعه 2 كيلومتر في الساعه كي تعدي قدام الحانوت طيحي شوي بعد تكسيليري والا تحافظي على نفس المشيه تفادي يعني حافظي على نفس المشية وتعملي التفات روتروفيزور صغير تاع هاني جيت انا جينا يا ساده الانتصار كالعاده فسر لي والله هذوما والله هذوما اللي يهم المجتمع ايش تعمل؟ ولا ما عادش خادم ولا قدام الحانوت هبلتيه هبلتيه الرجل هو مع كامل احترامي حجام هو موضوع بالنسبه لي انا راهو يألمني موضوع الحجام هذه يقعد يستنى قدام الحانوت ولا هذه هي بتاع عبد العزيز الأروي الله يرحمه هذيك نتاع يضرب ضربه ويجي في قاع الحانوت باهي استمر الامر كيك فهمني ما طلعلكش السكر ما نقركش السكر والشوكولاته ماشي جاي الحانوت عادي وليت نشري ونخبي ما عادش نشري ما تاكليش باهي ممتاز ولا قصه حب محلاه ضحكتك مدام انا نفضلك معاك خاطر والله العظيم من الله وحد عليه ان شاء الله ان شاء الله في قادم ايام ما تشوفي كم فرح وخيي كان ان شاء الله بتشوفي كم فرح ان شاء الله عندي ماشي والله الناس كلها عندها ماشي باهي الشوكولاته خبيناه قداش قعدتي ماشيه جايه؟ شهر شهر خرار مرار امي في الشوكولاته هذه الساعه لازم تتعدى على نتاع الفساد هذو جماعه الفساد هذه تكفن في الشوكولاته هذه عندها دب نتاع الشوكولاته المره هذه باهي اتطورتش المسائل قناش لمرحله اتطورت راك مرتي لا لا مش هكاك ها قعدنا هكاك و حسيلو فما واحد هو صاحبه سبق وجا خطب يخدم غادي زاد مع حجامه لا مش مع حجام اما في النهج نتاعنا في النهج يعني عائله اخرى تونسيه معناها غاديك نعمل مساج صغير بربي امان لو كان ثم واحد يتفرج فيه عينه بوحده ازر بروحك ازر بروحك يطلعش اللي مقابلها من غادي ناوي هو زاد على الرزق ازر بروحك قتل هو حجام ثم مس شوكولاته بيناتهم يحكي وكذا نقز الاخر من غادي خطب وافقتي؟ ما كتبش الكتبه معناها معاه معناها ما نجمش كيفاش ما وافقتش بطبيعه قعدت معناها لا ما وافقتش لا ليه ما وافقتش ورحمة أمي ما وافقتش اللي صرفوا شوكولاتة في الآخر بكل غويت أصيل صحيت قلت له راهو عندي شكون في حياتي إيه صحيت خاطر هو جاي يعني ما دارهم وأمي جيران يعني إي فهمت أصحاب يعني مكتوب هذا مكتوب هيك هاو قعدنا هكاك امي هبطت لتونس باه هبطتي معاه لا هبطت لتونس وخليتني دا 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 خلنا نقعد شوي لحظه امها هبطت في تونس وخليتها باه اي هبطت لتونس وخليتني غاديكا اي خليتك غاديك ما خليتك غاديك خليتك معناتها عندها قضية أكيدة وباش ترجع خليتني رهنت لي باسبوري وهبطت وخليتني أنا غاديك والله اللي فهمت هذه رهنت لي الباسبور متاعي وهبطت لتونس اش معناتها رهنت لك باسبورك وخليتني أنا في الدار اللي يعني ساكنة فيها ما فهمتكش علاش رهنت له باسبور مسالة هي ما نعرفش انا وقتها ذات فلوس مقابل اي باهي وهبطت وراحت معناها في الدار ضمان خلت بنتها ضمان في بلاصه ايه
قداش المبلغ بربي حسب تقريب؟ كيفاش 600 يظهر لي وقتها مش حاجه 600 دينار 600 دينار الاولاد يديتكم شويه نعملوا ندبه بكعبتين برسمك كل دينا فوق كعبتينك باهي هاي سكيت الاولاد سامحوني تفضلي كمل مشيت وخليتك في دار وحدك قداش عمرك؟ 17 سنه ما قعدتش وفي الدار يعني فما زاد شكون كاري معانا ربي يعطي خيره ثم شكون كاري معاكم زاد واحده تونسيه وماخذه سوري في نفس الدار هما مرحبا بيهم ويرحم والديهم وبارك الله فيهم وكذا اما يظل يا خلي بنتي 17 سنه وسط ناس ما نعرفهمش من اي هيك قعدت انا في البيت لاباس وخيتي لاباس ما اسبق لي شويه برحمه الله عزاليك لاباس القادم ولا مش لاباس؟ ما فهم حتى شيء لاباس خلتني وحدي في ليبيا وروحت لتونس الراجل الجاره اللي ساكن معانا غاديكا دخل في البيت في الليل يعني دخل بيتي خرجت انا في الليل بلاد ما نعرف احد بت ليلتها تحت كميونة في الليل فما حد معناها بت تحت كميونة بت تحت كميونة في ليبيا وحدي حتى شلي اللي طلع الصباح كي طلع الصباح كي حل الحاج جاي من الحانوت يعني هو يعرف كل شيء بالديتاي معايا فهمت حكيت له قال لي انا مش نعمل معناها مش نعمل لك انا مش نهزك قال لي وانا معناها ساكن مع اصحابي ولاد معناها حتى شلي اللي تجي هي فهمت كريلي دار يرحم والدي كريلي دار وقال لي تقعد لهنا حتى شلي نشوف شنو باش نعمل قلت له وقتها انا ما نقعدش وحدي نخاف مشي للمحطه نتاع اللوجيت فما كل العائلات اللي يجيو جاب عائله بحذايا قال لي ما تحبش ها عائله تحبش حاجه اخرى قال لهم يعني ما كان ما عندكمش فين تسكنوا ليله تنجموا تجيو يعني تقعدوا عندي دار وفهمت حكى لهم كل شيء يعني وجاو قعدوا بحذايا وقتها عائله زيريه هما وقتها صح قعدت معناها حتى اللي جات امي كي جات امي مشى معايا هو مشى قعد يعارك في قعد يعارك في راجلها كيفاش تخليه طفله وحده كيفاش درا شنو قالت له حاسيلو قالت له شو مدخلك انت ودرا شنو ودرا شنو حاسيلو جيت نحكي معاها وكل شيء ديما تقول لي انت ما تصلحش انت بيك انت عليك قالت له انت تحامي عليها هي ما تصلحش انت دخلك فيها معناها قالها كان جات ما تصلحش قالها ما راي مشيت كيما نقولوا على روحها ولا راي شفت حل مش خايفه وبيتها تحت كميونه وتبكي وجايتني شوف لي حل شنو باش نعمل ومشى فركس معايا وين رهنت الباسبور وخلص الباسبور وجاب لي الباسبور من بعد خاطر انا وقت اللي جات هي من تونس ما رجعتش بحذاها وش نقول لك انا ما نجمش نقول لك عندك الحق معناتها ممكن لو كان تقابلوا في الكواليس يقول لك عندك الحق برجولية عندك الحق ما رجعتش ما ما نجمش ما نقول هي برجولية وبربي قوس على ما تصلحش بربي كلمة على ما تصلحش كلمة عندي كلمة على ما تصلحش شكونكم انتوما انتوما تقيموا في العباد شكونكم بالك مصنوعين من الجازوز انتوما كنا من التراب خويا شنية ما تصلحش شنية خويا ولاية فتقتهم من بعضهم فلانة ما تصلحش فلانة به فلانة عليه فلانة به فلانة عليه أخطانا عند الشعوذة بارك هاي أختي بر ما رجعتش معاها قعدت معاها هو كثير. قعدت معاها هو جيب لي وقتها ربي سامحني موافقين أنا ما ترجعش الجمهور بركة هذه جايبينهم من الجابون توينس هذوم
انا تعرف علاش ما رجعتش؟ على خاطر كي جاي يحكي لها قالها كيفاش تخلي بنتك والراجل معناها دخل لها البيت وبها ودرا شنو، قالت له لا بنتي نعرفها انا ما تصلحش ما تصلحش. الله الله، خاصة كي تجي من الام. الله، حاجه روعه، حاجه روعه. تصور واحد الله خلينا نبدل شويه الجو. تعرفي اللي تحكي فيه انت كيما اللي صار لي مره انا في الليسي، قالوا لي جيب البارون، جبت بارون عيريه موش بابا، معناتها ما هوش بابا. تسلفت واحد في دور الاب، قلت له انت بابا باش ناخذ بيه، ورحمه امي اعطاني كف قدام السيرفيون لين طرش لي وذني، بابا ما عملهاش معايا. انت امك هذه ام امك الحقانيه، قلت له ما تصلحش. معناتها كلام يطرش، مش يطرش، ما عادش تعرف شنو تعمل في حياتك. ما عادش تعرف حتى شيء، لا تمشي لا هكا لا هكا، ما عادش تعرف. روحت لتونس؟ انت روحت لتونس بعد؟ هو جاب لي باسبوري ومشى، فقعدنا نفرف فكر رهنية لي 500 دينار. قال لي هاو باسبورك وقال لي ننصحك انا كان باش تقعد هكايا، قال لي وامك واحد، قال لي جا نكتبوا صداق ونعرسوا. جي فيلم خويا، انا ما نعرفوش الرجل هذا، باش تكون كلمة حق، برجو لي راجل تعرف باش نعطيكم المواقف. الراجل اللي تقصدوا ليا ويخدم مخه سامحني فيه، المرأة اللي تقصدوا ليا وهي ضعيفة نهارتها، منهارة نفسانيا ولا تعبة في لحظات يأس وانهيار، ما يعاملهاش إنسان سامحني فيه. قمة الرجلة وقت اللي تقصدك مرأة وليا تقصدك ومستحقة وما عندها كان وجه ربي مفوق وانت لوطة، تعاملها معاملة إنسانية قمة الرجلة، تعاملها أخت، عبارة أختك هربت لك، قمة الرجلة. ديما يتعارك هو وامي وقتها، قال لي حكايه فارغه. هزلك الباسبور، بدك باسبور روحتي؟ كتبنا صديق. كتبت صديق غادي في ليبيا؟ وين باش نروح؟ لشكون باش نروح؟ انا هربت من عند بابا ومشيت بحض امي، معناها ما نتصورش باش يعاود يقبلني انا. صديق وين كتبتوه؟ في ليبيا. في ليبيا، قداش عمرك؟ 17. كيفاش؟ من غير ضمان؟ من غير حتى شيء، ما فهم برش حاجات، معناها انا وقت عمري 18. 18 تعديت شهود. عملتوا لما زازا ولا ما عملتوا شيء؟ لا لا، انا وياه وحدنا. زازا فيش لحظه، هذه الاهم. سيب سيب لحظه، ثم ناس يعملوا عرس ملايين وكذا وبتات راه يقول مكتوب، ما ثمش في لينك متعدي بيناتهم، ممكن زواج مصالح، ممكن نحكي لك ثم موجود، مش تورس كل هكا راهو. انت وقت اللي كتبت صداق انت وياه فرحانة نهرتها؟ بهو فرحانة ولا بهو؟ ايه، على خاطر ما خدمش مخه معايا. خاطر راجل ديريكت، قال لي انت راجل، هذا راجل، قال لي كلمتين وقتها، قال لي انت ماكش نتاع مرميد، قال لي ودار فيك بنت ناس وكل شيء وعاقلة، قال لي وانا قال لي عايش لهنا عندي قدي، قال لي اجي نلموا بعضنا، قال لي نكتبوا صداق ونعرسوا. قلت له انا ايه مسالش راجل، كتبنا صديق. اسمعني انت مستدعيته هو بعد حب الراه ايه واصل. كتبنا صديق، مشيت معناها الدار اللي كاريها هو معاها اصحابه وخرجهم، قال لهم انا طو يعني عرست وكل شيء باه، وجبت ولدي الكبير جهاد. قداش عمره ولدك؟ توا 19. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. جبت ولدي الكبير ومن بعد هبطنا لتونس معناها. باه، عندك ولادك اهو؟ لا عندي اربع ولاد. ان شاء الله ربي يحفظهم. صغير قداش عمره ولا صغيره؟ توا 6 سنين. 6 سنوات، بني ولا ولاد؟ لا اربع ولاد. اربع ولاد، بسم الله ما شاء الله، يتربوا في عز. عايشك. رجعتوا تعيشوا في تونس؟ رجعنا نعيشوا في تونس. باه. وفعل مكتوب من ليبيا. يرحم والديهم وكذا، فهمني ولا؟ اما ديما في الحياه وكرك وكرك.
رجعتوا لهنا؟ ايه هو ما حبش، هو ما حبش، قال لي فك علينا وخلينا لهنا وهو بحال يعني ستانس غادي. ايه وقال لي تونس، قال لي توا باش نبدا من اول جديد وكيفاش وما عندناش خدمه وحاسيل وقعدنا. باهي كي جا لتونس اش عمل لك؟ حطيتني راس راس، شنو خدم؟ مع ولد عمو حال الحجام في حي زهور. ايه اكتب ربي قعد. ايه قعد. ايه قعد يخدم مع ولد عمو، كرينا جبتوا ليدي زوز ومن بعد مشينا لبنزرت. مكتوب ربي. مشينا لبنزرت. إيه. لحظه بقى باهي كيما عرفته من الاول رجال باهي. ايه اما لا 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 خلي لي في ايه اختي، اما طونجيو هذيك ايه معناتها نفس الشخص اللي حلمت معاه إيه. والكبابلي والديغوردي إيه. اللي كهربت ولقيته إيه. وكان قد المسؤوليه ايه باه واصل تو تنجم تلكزي لي. اما لا ما فما حتى تركيز، اما هو توقف قعد عام ايه خليتك ماشي لبنزرت هزيتي لي بوشوشه تو ايه كيفاش؟ توقف عام علاش؟ استهلاك. الاستهلاك وما ادراك ما الاستهلاك. توقف عام استهلاك قبل بنزرت بالحق. قبل ما تمشي لبنزرت. ايه وقت اللي توقف عام هزيت ولادي معايا وطلعت لدارهم في سليانة، قعدت حتى شلي اللي خرج معناها بما اني وحدي وما. شكون كان يخدم على الاولاد؟ انا وقت اللي هو في الحبس. ايه انا ايه. تزوروا؟ ايه قفتوا دنيتوا؟ كل جمعة. ربي يبارك لك. ايه ما وفي العام خرج. وفي العام خرج رجعنا لتونس ما قعدناش برشا وطلعنا لبنزرت. طلعتوا لبنزرت، شنو خدم في بنزرت؟ شنو عمل؟ هو حجام معناها ما ينجمش يخدم، كان حجام معناها. حل حانوت في بنزرت؟ لا لا صانع. خلص صانع؟ ايه وانا شديت خدمه في معمل معناها. ايه ربي يعينك باهي باهي. كرينا و قعدنا يعني عايشين كيما الناس، اقل من الناس اكثر من الناس باهي. دخلت له ولادي حس ثم منعرج كبير جاي ولا واصله؟ كهو دخلت له ولادي يقرا وركحنا رواحنا قعدت نخدم جبت ولدي الرابع. ايه ان شاء الله مبروك ما نزادنا. في عمره 3 سنين 3 اشهر ويتشد مره اخرى على زطله. معناتها العام الاولاني استهلاك والعام الثاني استهلاك يظل يكثروا مكرر. مكرر وأبار مكرر تشد في مجموعة وما شدوا عنده حتى شيء، أما كي تشد في المجموعة الكلهم يعني شهدوا ضده. حسيله هو وقتها تحكم ب 16 و حسيله 16 عام هذه أكثر حتى من الترويج. ايه تكوين عصابة. شنو الحكم؟ 16 عام. ايه الترويج تعديت. عام قداش؟ 2015 تحكم. باهي. حاسيلو اخوته تلمينا وكل شيء عملنا محامي. لحظة. أنت تخدم على الصغيرات وتهز القفة كالعادة وتمشي وتجي. يومياتك معناتها وين تحبس؟ وين برج الرومي؟ وين؟ برج الرومي. ايه برج الرومي وانت في بنزرت؟ وانا في بنزرت. من الطف الله ولو انه الحبس ايه. حبس اما من الطف الله قريب لك برج الرومي. ايه ثم نساء تعاني من بنزرت باش تمشي الحربوب في مدنين، ثم نساء من مدنين تلقاهم وجايين لبرج الرومي. ان شاء الله ربي يفرج على اي انسان مظلوم. كيفاش جاك الخبر؟ انا روحت من الخدمه نرقى حسيلو دار باب الدار محلول وبرشا معناها حاكم وكل شيء. قعدت مغزرة كي وجايبه ولدي الصغير من روضه. قالوا لي راو راجلك حسيلو شدوه وكل شيء وهو معاهم في الكهرباء، هو هما شادين وما هو في الكهرباء. قالوا لي راو شديناه وكل شيء، دخلوا للدار فركسوا ما خليوش كل شيء حتى من البوستات نتاع ولدي قلبوها كل شيء ما ورقاو حتى شيء. يا اخي قالوا لي هذا راجلك
قلت لهم بلاي ما نعرفوش ما نعرفش عليه انا وقتها قلت كيك من وقع الصدمه انت ما نعرفش عليه من وقع الصدمه مستحيل تقول موش راجلي ايه من وقع الصدمه من وقع الصدمه عاد كيما انا وقت اللي توفيت امي قال لي البركه فيك قلت له عايشك يرحم والديك وصفاء الاولاد انتم مش عاملين لباس انا وقت اللي هزوها امك توفيت قال لي قلت له عايشك برك الله فيك عايش خويا عايشك برك الله عايشك صفاء الاولاد لاباس امور ماشيه تاع سن وقت اللي هزوها صدمه ثلاث ايام قاعده في بلاصتي ما انا تعرف فاش نخمم فاش خممت ما خممت في حد شيء معناها انا منين باش نبدا ومنين باش نوفى ومنين خاطر احنا قاسمين قاسمين المسؤوليه معناها انا شهريتي للكري والماء والضوء هو مصروف كل يوم مصروف ولاد وكوش وحليب يعني فهمت قاسمين كيكه معناها احنا كريتو هو في الكرهبة ما نعرفش نعرفش شنو اللي صار لي وقتها باب الدار محلول عبيد داخله خارجه وانا قاعده قاعده كي وحسيت مخي وقف حسيت فما حاجه ماهيش نورمال انا شنو باش نعمل معايا اربع صغار ما عرفتش معناها كاولني بشويه بشويه استوعبت الحكايه بعد اربع ايام مشيت للمركز وكاو قعدت عاد نجري اه وكل عادة سألته وقلت له شنو الحكاية شي يقول قال لي سيفيل شدوهم فهمت المجموعة اللي تشدوا ما اللي تشدوا معناها معاه قايلين الكلهم معناها قالوا هو معناها يبيع وترى شنو فهمت هو توا بدينا نفهم معناتها كأنه هو رئيس العصابة ايه انا ما نعرفش القضية معناتها هما قالوا هذا هو البيج بوس ايه ترويج تعديت إيه يعني حتى وقت اللي رئيس المركز في الدار بيه بيه. تزوروا كل يوم كما كل جمعه كما جرت العاده ايه ما قصيتش حتى لحظه اها معناتها شنو صار فيك كيفاش عاد يتقد الشد ست سنين من 16 طاحوا لسته لا هو من 16 طاحوا لتسعه ايه في الكورونا خرج كيفاش عديتهم ست سنين انا خلينا نقعد واحكي لك كيفاش عديتهم الست سنين بطريقه مسترسله مش قصه لك جمله نخدم في المعمل ونخدم في الديار ما يعرفوني ديجا حتى في جرزونه يعرفوني المراه اللي عندها اربع صغار ورجلها في الحبس يعني كيكا عيطولي فهمت نخدم في المعمل وكي عارفي معناها يعاركني على ليمت اللي نغيبهم نقول له مثال ما نجمش نجيك كل يوم هتعطيني مصروف ولادي ولا لازمني كل نهارين هذوك باش نمشي بهم روح قاعده نحاول باش ننسق معناها بين الشهر وبين مصروفهم معناها بين الكوش بين الحليب بين فما ما نخليهم في الدار وحدهم ان شاء الله ربي يحفظ لك وليداتك امين عايش فاهمين الاولاد عندي واحد وقت اللي دخل هو كمان كي دخل حبس صغار معناها واحد سنه رابعه واحد سنه خامسه معناها بطل قرايه سنه خامسه تقلب هذا قداش عمره توا ذا؟ توا عمره 16 والشم تعلم الدخان هذا برك الاخرين اللي دخل ابوه السجن عمره 10 سنين لا لا عمره 9 سنين هكاك يا ذي يا ريت نقابله انا وانا علاش ما نقابلوش ذي عمره 16 سنه ونحكي انا وياه ونشوفوا له فورماسيون وندخلوه يعمل شويه سبور ثم شكون يحكي معاه ولا يعمل حتى مسرح يعمل تياترو اقسم بالله العظيم يجري ورايا اسمعني اختي هذه مسؤوليتنا الكل احنا مش برنامج لهنا باش نعرضوا الحكايات فقط تبكيش اختي انا يا خويا عباره اخوك تنجم تعمل عليا ريت وثايه مثلا اللي عمره 16 سنه حتى ولادك كان تحب نهار نبرمجوا مع فريق البرنامج نمشيو نعملوا قهوه لهنا في اللاك ولا وين تحبي ولا في باب السويقه ولا في باب الخضره وين تحبوا انتم نقعد معاهم انا يحبوني نحكي معاهم نفسر له هو اللي هاو يتفرج مثلا خويا انا نحب نكون صاحبه بشرط انه يرجع يقرا على رويحته فهمني ولا ويبعد على الدخان ما طالب شيئين
شنو طلب منك ولدك؟ ديما يقول لي نحب نتعلم الحجامة. نقول له تو يخرج بوك، والله نقول له يخرج بوك من الحبس نتلهي بيك، يعني توكي يخرج خلي تفوت الفترة ما نجمش كل شيء مع بعضه. نقول له توكي يخرج والله نعمل لك، ما نخليكش، نقول له ونقريك ونخدم كان عليك انت برك. باه الوليد اللي عمره 19 سنة شو يعمل في حياته؟ حتى عمل فورماسيون وقعد. فورماسيون فيش؟ سيستيم الارم عملوها له، يعني كنت تخدم عندهم انا. باه واللي تحته شو يعمل؟ توا يقرا تكوين. تكوين شنو يعمل؟ في غار الملح، تكوين تاع غار الملح. اي شنو الاختصاص؟ الاختصاص نتاعو هو يحب يختص في الميكانيك باتو، مازال معناها توا ميكانيك باتو. باه هو عندي اقتراح انا، ما نعرفش شنو رايك وكان يوافقون السادة المشاهدين. أنا ما الذي يمنع نجيو في بنزرت نشوفوا حانوت نجهزوها تاع حلاقة، والله نحكي صدقا ومن جوارح قلبي، ونسميوها حانوت هذه ولدك هذه اللي مغروم بالحلاقة نعملوا له فورماسيون، مش من النهار الأول اللي باش يصبح عرف. نلم وليداتك الكل في مشروع واحد، شوفوا شنو هو المشروع. ها ثم جامعات حرة تو يسمعوا فينا، ونعرفهم، نعرف ناس نزهاء ويعملوا في الخير في التراكم، جامعات حرة أنا نعرف شكون يتفرجوا فينا في اللحظة هذه، ونعرف زاد ثم رجال أعمال وكذا. يا خويا علاش هالأربعة هذوما وليدات باش ما يذيعوش؟ ميني بروجي ولا ثمك البنوك زادك اللي يعطيو فهمني ولا باش تحل جوانحك وتعمل بروجي وكذا؟ يجاو يا خويا، ها خويا الاعلام مادد يدو، انا هاني مادد يدي، يجاو نلقاو بروجي للوليدات هذوما باش ما يذيعوش. وانا نوعدكم باش تخرجوا مواطنين صالحين، وانا نوعدكم ولده ما نعرفوش اللي عمره 16 والله لا عاد يحط سيجارو في فم، والله لم يكون مواطن صالح. ما يلزمش يلقى شكون معاه، يلزم يقول له راه البلاد فيها امل. ايجا نبنيو الامل، تو نحكيو فيه الموضوع هذا ان شاء الله ربي. أنا بصراحة تعرف شنو نحيي فيك مدام؟ ساعات تقريهم باللي تنجم، فهمتني ولا؟ اللي ما قرتوش علمته صنعة، عملتهم الكل، حافظت له ماكسيموم 6 سنين. تعرف العنوان توا اللي قلت لكم بكري سخف ياسر يألم ياسر، امرأة بوها بارد والأم ما تحسهاش، باش نزيدكم تيكة أخرى، امرأة اللي تخدم في الديار اللي رجلها في الحبس. يريتوا الاسامي في تونس يتقدش قاسيين، نحن عاد مش يقولوا فلانه، مش يقولوا اكل مناضله. اقصى موقف تعرضت له كي زوجك في الحبس شنو؟ ماما ما بدناش تنسى حياه عمرك. بت انا ولادي في الشارع. الاربعه. وقتها ما خلصتش يا سيدي، اقسم بالله من اكثر النساء اللي دمروا لي قلبي. هذه بتنا في الجرتة. علاش بتو في الشارع؟ ما خلطتش وقتها، خلصت الكري، قعدت نقول له اصبر عليا شهر هذا وترى شنو حاسيلو. قال لي خلي لي داري وقتها. دبش وقتها معنا وقت. قال لي خلي لي داري. احنا في الليل خرجنا، يعني الدبشي في الشارع في الليل وقتها. هو خرج دبشك لبرا؟ انا هزيت الدبشي، انا امراه وحدي، معناها باش نقعد مع راجل. قال لي خلي لي دبشي، خليت له دبشه، يعني خرجت الدبشي كله ديجا يعرفوا في جرزونه. بجنب الشعبه حطيته الدبشي وبتنا في الشارع انا والولاد وقتها. المعتمد وقتها كريلي شهر، وبعد برشا من بعد ماشي نجم يكري لي المعتمد. لا هو كري لي شهر برك، من بعد قال لي برا حطهم، يعني برا حط ولادك في الليسو يعني في القريه. و قلت له وقتها هزني انا نعيش. الحلول هذوما الحلول ممتازين، حط ولادك في القريه. ايه قال لي برا حط ولادك في القريه. و قلت له كان تهزوني انا معاهم تعطيوني خدمه، معناها نخدم معاهم وهما معايا مسالش، اما نهزهم نحطهم. قلت له من وين شنو نقعد نعمل؟ معناها كي نهز انا ولادي قلت نحطهم في القريه شنو نقعد نعمل؟ يعني انا علاش عامله هذا الكل؟ هذوما المسؤولين
اللي يهز لك المورال ويعطيك حلول جذرية. حلول جذرية من نوع أنا ولادي بيتين في الشارع، بيتين في الشارع لحظة، ألو حطهم في القرية حطهم. حلول جذرية فهمتني؟ ما ندوخ معناتها شوية اجتهاد يا إلهي. نعطيك مثال، مثلا أنت معتمد وكذا تنجم بدلالة تجي لفلان فهمتني، ولا عنده شركة ولا مؤسسة ولا كذا، تقول له فلان راهي ثم كذا وأنت زاد عندك الريزوم تاعك، ولا تكلم لو كان أنت ما عندكش المقدرة تكلم السيد الوالي. السيد الوالي كان ما عندوش مقدرة يكلم الوزير، وزير يقول له راه عندنا مرا باش نتحاسبوا عليها قدام ربي بيتا فهمني ولا كلنا راعن فهمني ولا راهي ثم مرا عندها ربع صغار فيها مطموح هي وصغارها في الشارع بيتا، ماذا نفعل باش تدري ذمتك قدام ربي؟ باش حط في القرية هما ثلاثة المعتمد الأول والثاني والثالث في 6 سنين نحكي لك معناها بما أني به زوجك خرج من الحبس ايه النهار هذاك صف شعورك زوجك خرج من الحبس ما في بليش أنا ماشي نهارتها للمعتمدية باش نقيد فكل الورقة متاع الميتين اللي قالوا عليها ايه في المعتمدية وقتها انا مروحه خاطر انا بما اني نمشي له يعني كل جمعه نحكي له شنو فما يعني من عين ابره في خيط لما نشاور وما نقول له شنو نعمل راني نقلت راني عملت راه صار وكذا حسيله قلت له وقتها انا وين هو في الحبس قلت له بتنا في الشارع ايه اش قال وقتها نمشي ما نجمش نحكي نقعد نبكي نقول له يقول لي شبيك شنو فما نقول له يقول له راهي صحيح معناها أنا مرأة أما راهو خط أحمر يعني عندي حاجات ما نجمش خط أحمر يعني نخدم ترقى ما تخدمش ما ترقاش فمش حاجة أخرى تنجم تعملها شنو النجم نعمل معناها كان نبكي معناها ما نجم نعمل حد شيء كاو حصيله يعرف كل شيء بالديتاي في بالي بيه. كيفاش قابلته بالصدفة لقيته روح انا مروحه من وقتها من المعتمديه نلقاه واقف يعني بحظ الشجره ما عرفش الدار هو هكا شنو احساسك اللي صار في 6 سنين كل نسيته نسيتي 6 سنين نسيت أتعبهم نسيت الخدمة من 10 متاع الليل لستة متاع الصباح ونقوم 9 نمشي نعود نخدم في الدار برشا حاجة صار نسيتهم كل قلت كاو زيته مش نرتاح ما عادش أصلا حتى النوم ما عادش نرقد في الليل ما نجمش نرقد بيت مخمض عليه قلت زيته مش نرقد مش نرتاح شحط راسي على المخدة وسيب عليها حسيت شعور بالأمان سيب روحك توا ناجيت ياسر في البحر بحر هيج حسيت فهمني ولا برشا موج على اليمين وعلى اليسار 6 سنين البحر هدا لقيت منقذ رجع المنقذ بعد 6 سنين قلت اللي جاي خير إن شاء الله هما 6 سنين تحسهم برشا من عديتهم كل يوم نقول هيا تو نروح نلقاه في الدار تو يطلبوني يقولوا لي روح هذا خرج معناتها نحكي 6 سنين خرج 2020 2021 هنا خرج ايه قداش عندهم اللي خرج؟ ما عندوش برشا مازال ما عملش العام به السؤال مطروح اول حاجه حكيتوا فيها بعد ما خرج شنو؟ حكينا في كل شيء اصلا هو ما يفوتوا شيء معناها حتى كي انا نزوره كل جمعه فما جوابات كل يوم تتكتب معناها عباره عايش معايا معناها فمش عباره 6 سنين معايا معناها به تلبشي السماح من نوع تعبتك عذبتك قعدتش مع اولاده حكى معاهم فسر لهم شي شويه انت تلبشي منك السماح مثلا انك تعذبت على الاقل في جرته ايه قل لي به سي بون به ولاده حكاش معاهم عملش ريونيون عائلي قعد يحكي معاهم فسر لهم الوضعيه قال لهم راني مظلوم مثلا راي انا ديما نقول لهم معناها ديما هيئتهم معناها به ديما نقول لهم انت علاش استدعيته اليوم؟ خاطر كي خرج قعد معنا كل 6 أشهر ومن بعد مشى
شنو؟ قعدت معانا 6 ولا 7 اشهر وبعد زروح ومشى. وين مشى؟ مشى لدارهم. يسألوا فيا كلهم يعني اش بيكم اخي اش تطلقوا؟ قلت لهم لا ما نعرفش تعركتوا تعركناش شنو اللي صار؟ قلت لهم ما نعرفش. لازمني نستدعاه تعرف مانيش باش نسبق الاحداث ومانيش باش نبرر. انا هذا الرجل باش ندافع عليه خنفسلك في جانب اللي حكيت عليه انت في جانب باش ندافع عليه لانه ثم النقطه وقت اللي حكت الركب هذيك ما ننساهالوش انا تو كيما اختي انت وهو ما نعرفوش باش ندافع عليه السبب هذا. حكيت تخلى عليك دوختني على الاخر ما ثماش علاش 9 شهور من اللي مشى. ايه وتكلموا تقولوا ولادك مستحقينك ومستحقينك وكذا شنو الاجابه؟ احنا ديجا من رمضان كل واحد في بلاصه. ولادي في بلاصه وانا يعني ولادي الكبار الزوز في بلاصه وانا ولدي الصغير. وين ولادك الكبار؟ واحد في دار عمت واحد في دار عم وانا في دار سلفي. يعني هو وقت يا اللي لطيف يا لطيف يا خويا يا لطيف وقت اللي مشى هو عائلة تفرطت يا لطيف. باهي اسمعني خلينا نستدعاه هو اعطيني جست شنو اجابتك كي تحكي له مثلا على الوضعيه بتاع اولادك ووضعيتك اش يقول؟ يقول لي كيفاش كنت عايشه. باهي شو اسمه؟ اسماعيل. لا اسماعيل باش ندوان عليه انا. لا الاول حبيتك اسماعيل هاك مازلت ما دخلتش خويا حبيتك واللي تعمل فيه رجله رجله. لا ما فسدوش اسماعيل ها مازلت ما دخلتش اسماعيل عايش خويا باش نحكي معاك لان عارفك لا ريتك حتى شيء والله دخلت عروج قلبي يا اسماعيل والله لا ريتك لتو اقسم بالله لا تقابلنا خاطر ما يعرفوش المشاهدين يقول لك بالك قابلوا ورحمه امي لا ريتو. اسماعيل حبيتك ظاهر كابابلي دي جوردي الانسان يغلط يخلص. انت خلصت اسماعيل وخي ماكش موجود اسماعيل وخي اما العمله هذه الاخرانيه لا استقبل اسماعيل